على ضفاف الفرات في قضاء المسيب شمالي بابل. يجلس أبو عبد الله يوميا جالبا عدة الصيد ليمارس هوايته في صيد السمك التي اعتاد عليها منذ سنوات. إلى فترة ليست بعيدة احتفظ بعدته القديمة، لكنه مؤخرا استبدلها بأخرى حديثة ليكون صيده وفيرة. فالكسر ويقصد بها الأحجام الصغيرة من القطان والنباش هما الأكثر توافرا في الفرات، وكذلك في غلة الصيادين اليومية، وتختلف أحجامها من شهر لآخر بحسب موسم التكاثر والتزاوج، ولذلك فلا علاقة غالبا لعدة الصيد بحجم الأسماك. احنا حاليا دي نصيد بالخيط، الخيط خيط بديناه زين احنا القدامة. هسه ايش قمنا نستعمل هاي السبينغ، يعني سان مناصبها امامك نصبتها ما لي شغله بيها، هي السمكه. هسه احنا عندنا بهذا الوقت وهذا الجو البارد القطان والنباش زين، عندنا بالصيف الكارب الاجنبي حمري يوقع. احنا هسه نوقع القطان والنباش حاليا كسر. ليش؟ شنو كسر؟ كسر حسب نص كيلو ثلاث أربع الكيلو، لأن أكو وقت تزاوج زين، يجي لها الثالث ورابع تفريخ زين الذبة زوها، والخامس يقع الخشن، هو نقول من الكيلو وين وفوق، والقطان يعني سعره بعشرين الكيلو ماته، تدري قد وزنها فوق الثلاثين. الشاقف والكرفة والهيتر، وهي طرق صيد جائر بالكهرباء تسبب ضررا للصيادين وهلاك الأسماك من دون وجود رادع للحد منها. والله اللي يأذينا بالصيد بس شغلة الكهرباء، يعني هاي الكهرباء عجزت من عندها الضباط الشرطة والمسؤولين والدنيا، يضربون شاقف ويضربون كرفة ويضربون هيتر. هيتر انه بهذا الجانب الجديد ثبر العالم في بيرة، يعني حتى البيضة اللي مبيضتها سمكة بالشط جاي يطق السمكة اللي ما تطلع من الطوف عندهم تموت بالحجر وتروح تنتهي. أما أبو مؤيد فهو من أقدم بائعي عدد الصيد قرب النهر في المسيب، وأغلب ما يبيعه هو صناعة محلية مع بعض المستورد من النرويج وكوريا الجنوبية ومن مناشئ عالمية. شنقال أكو طوافات، أكو طعوم، الطعوم أكو صيني، أكو إحنا نصنعها، أكو شغلات إحنا نسويها هنا زين عيني. والعودان موجودة، هاي مثلا عودة سلايد، عودة جيلاتين قطعتين، عودة ثابتة، وأزيد البضاعة، أنا اللي عدي أزيد نرويجي موستاد شركات عالمية، لو يو فيلا كوري جنوبي، لو سومو كوري جنوبي، وعدنا الصيني الدرجة الأولى والدرجة الثانية. تأهيل كورنيش المسيب زاد من إقبال الصيادين على العودة إلى ممارسة الصيد، خاصة بعد غروب الشمس مع جلب أسرهم، إذ أصبح المكان محط جذب للعائلات. من محافظة بابل، حيدر تشلبي، يو تي في.